من عشيقه بيشان عون. أصواتك بالأرض وما حدا بيريدك. هيك بلغك؟ إذا كان أصواتك بالأرض صفر. قلت له؟ قال لي صفر معك. والعالم تعرف عنه أنه مينو ماريو عون ظلم إنسان، ظلمه. لن أسامح بشكل سهل. كان في فساد بيزار شون؟ أكيد كان في فساد. هو تعمل لي عدوات مع كل العالم. وهلا عامل عدوات مع كل الناس. القانون بيروح على جرور. أنا برأيي لازم هو يبعد. بنظري اليوم قائد الجيش هو الأكثر تمثيلا يعني بالوقت الحاضر. إذا جبران بيصير عمل رئيس جمهورية.